تفضل إلى خشبة المطرح. مساء الخير. أولا أنا سعيدة جدا بتواجدي معاكم وسط زملائي وأساتذتي، وفي حدث يوم مهم زي ده كل اللي بيحبوا التصوير وبيحبوا السينما وعاوزين إن هم مش دارسينها وليهم مهن تانية، أنا بعتقد إن المجلة دي هتبقى مؤثرة جدا عليها وهم مستنينها، ويمكن يكون من ضمنهم ابني. الفن السابع قوي جدا وغني جدا، كلنا بنحتاج لبعض، وحقيقي معظم مديرين التصوير يمكن احنا كمثقفين او كفنانين او عاشقين للسينما بنهتم بيهم وبنقدرهم، ودايما هم بيساعدوا الممثل والمخرج على اظهار كل اللي هم عاوزينه. علشان كده انا النهارده موجوده بشكر دكتوره رمسيس مرزوق، بشكر دكتوره ايبال بركه، بشكر دكتوره عفيفي، بشكر كل الشباب وكل مديرين التصوير اللي اهتموا بحاجه زي كده، وانا فخوره انها مجله مصريه، انها مجله سينمائيه مصريه، انها مجله ابداعيه مصريه، لان بجد فنانين مصر كلهم بيثقفوا نفسهم يا اما من كتب المعهد السينما يا اما من مجلات وكتب اجنبيه. الى خشبه المطرح. الست هانم كانت عايزه تقول لكم ان انا هطلع اعيط لكم شويه في الميكروفون عشان التجربه بتاعت الفن السابع عورتني. تجربه الفن السابع مجله قمت باصدارها 4 سنوات، وهي كانت مجله شهريه كما هو معروف، و انا عانيت في نشرها لاني كنت بمولها من الالف للياء، والعدد كان بيكلفني 18 جنيه وانا ببيعه ب 5 جنيه، يعني كل عدد ببيعه زياده اخسر زياده. الفن السابع من حيث انها تقدم الخدمه دي للناس، يبقى نقص الوعي اللي احنا لازم نرقى اليه، نرقى بالوعي باهميه المطبوعه دي انها هتعلم اخرين، فده استثمار غير مباشر، فمحدش يسالني عن عائد سريع. يبقى لازم الحكومة ممثلة في وزارة الثقافة يبقى ليها دور كبير في تمويل المجلة دي، لأن هنعلم ناس. لازم الوعي بتاعنا يرتقي للحكاية دي، وأتمنى لكم طبعا جميعا التوفيق وإلى الأمام.